صباح النور صباح الخير، تحية للجميع كالعادة. مارشي لا قروان يوم 13 سبتمبر 2024، كالعادة ناخذ آخر أسعار بتاع البذر والغنى الشاهي. طيب لكم جميعا إن شاء الله مولدكم إن شاء الله مبروك يا ربي. قديش بطاطا؟ 2600. ولا الحلو فلفل حلو ذا 2000. والبصل 18 14. والطماطم 12 قراع 15. هذه نصبة أخرى المحالة. بطاطا بالفينة والفلفلة 2000. الكل على 2000 ربع ذا. والقمر 2000 زادة. هذا زادة بالفينة. طماطم 15. صلب الفينة. صباح النور. قديش العلوش؟ 42. 42 والبرشني؟ 42 دينار. شبيع ليش طلع شوية كذا؟ فما يجي سرعة ولا ظلمة. غالي والسرعة ما فما يجي. الشهر اللي فيها تفهم طاحت شوية. 38 برشني و44 بالعلوش ولا ظلمة. سلعة قلت شوية. مبسوط. كاليتي الباهية تعالي عندك. شنو البقر ذا؟ قداش البقر؟ البقر عمره 42 336 الصدرة 28 والمرقيز هذا 25 والكرشة 7000 قداش الدجاجة؟ الدجاج قداش؟ 8500 مسعري. والسكالوب؟ السكالوب ما عنديش هذاك سكالوب الدجاج. قداش كيلو؟ كيلو ب 17900. هذا سكالوب الدجاج دندون فماش وكبده. الكبده مالو ب 10 ب 12 ب 13 تبيعو كيما هذا. ها الكتف عندك ب 9900 تاع دندون هذايا. كرافات 48 وراطة 23800 منالي يا ولد. ثلاثة وخمسة. وهذه جديدة هذه بخمسة آلاف. تاع سنة هذه خمسة آلاف. ولا 2000 هذا شنو هذا أجود شوية. هذا ما العراجم بثمان آلاف. ثمان آلاف هذه. جديدة الدقلة. ها؟ تاع سنة. مش غالية شوية 8000 ولا ما به؟ به كاليتي بتاعها به. 5000 نعنبه.